هوية بريس. أنا ليلى في عمر 17 عام، فقدت البصر ديالي وبغيتكم تعاونوني. شحال هادي باش فقدتي البصر ديالك ليلى؟ عام ونص. دابا العملية اللي طلبوك الأطباء فين غادي ديريها؟ واش الطبيب ديال الدولة ولا الطبيب ديال الفلوس؟ طبيب ديال الفلوس، وحنا ما عندناش الفلوس، حنا في حالتناش، حنا في قرية با محمد. عاونونا. أنا في قرية با محمد. يعني شكون اللي كيجيبك لهنايا الفاس باش تشوفي الطبيب؟ هاي واحد الوحدين كيعاونونا، الله يجازيهم بخير. يعني انت واش ما عندكيش حتى فلوس الترونسبور باش تجي؟ لا، انا دابا كنطلب من الناس يعاونوني باخا ندير عمليه زراعه القرنيه، وكنتمنى يعاونوني من قلبي. يا ربي امين. دابا انت ما كتشوفي حتى شي حاجه؟ لا والو. شحال هادي باش فقدتي الباص؟ عام ونص. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا جيت هذا النهار باش نوجه النداء الناس المسلمين اللي زرع الله في قلبهم الرحمه لهاد البنيته. انا هاد البنيته مسكينه ما تجيني ما والو، ولكن هي اختي في الاسلام او بنتي في الاسلام. هاد البنيته تجي لواحد السيده تنعرفوها، ساكنه حدا الوالده ديالي، ساكنه في العروبيه. هاد البنت تجي هي الاولى في القسم، مشى لها البصر هكاك فجاه، نضلها شي حبو في وجهها وفي عيني على ما عاودونا العائله ديالها. مشى لها ما كانش في الاول مشى لها البصر، في الاول جات للمدينه، جات لفاس، داوات عطاوها شي دواء وشي تقاطر ورجعت، قالوا لا تنعيطوا لك. الناس ما قاريينش ما عارفينش، كاتبين لهم الموعد من الظهر ديال 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 الورقه ديال الطبيب انهم خاصهم عندهم الكونترول. بقات هكاك مسكينه وتتعاني، مشى لها البصر ديالها، مين مشى لها البصر ديالها؟ هاد الناس ما في حالتهمش، العروبيه ما في حالتهمش، ما عندهمش حتى الفلوس باش يجيو لفاس باش يداوا، وما عندهمش فلوس ترونسبور نهائيا. حنا ملي عاودت لنا خالتها الحاله، حنا ناس حتى حنا على قد الحال، عزت علينا قلنا لها جيبيها، جبنا الناس ديالنا حتى حنايا ومشينا وقفنا معها في الطبيب، دوزنا عليها. راه حنا ملي جينا معها في الصباح حتى ربعة د العشيه، الاطباء كلهم طاروا بها لان رقاو مشى لها البصر نهائيا. شنو بسبب الفقر؟ ما عندهاش مسكينه باش تدخل. انا السيده راه اثرت فيا بزاف، وما عمري درت شي نداء او خرجت هكا في اليوتيوب او في التواصل الاجتماعي. اول مره، لان هذه البنت عندها 17 عام ومشى لها البصر ديالها. حتى واحد ما يبغيش الاولاد يمشيوا البصر ديالو، حنا بغينا هذه البنيته يرجع لها هي البصر ديالها، لان تقطعات في قلبنا وما لقينا لها جهد. حنا الجهد ديالنا شينا لها الدواء، شينا لها العدسه، حيت قال الدكتور خاص عندك واحد الثقب تماك خاصو يتجمع، خاصو يبرى، ومي يبرى خاصك من بعد ديري عمليه زراعه القرنيه في البريفي، ما تدارش في الدوله. قالوا لنا اما في الرباط اما في كازا. حنا دابا تناديو الناس اللي زرع الله في قلبهم الرحمه، او شي دكتور يتكلف بهذه السيده، او شي محسن يتكلف بهذه البنيته. حنا والله ما تنعرفو، تنعرفو هي خالتها. حنا كنا هذا اللي تيصور الناس راهو معنا في الخفاء، كنا درنا يد وحده باش نعاونوا هذه السيده لوجه الله، لوجه الله تنطلبوا الناس يعاونوها. خاصه دابا زرعه القرنيه، وقال لها الدكتور يمكن لك ترجع البصر ديالها، وبغينا هذه السيده تكمل الدراسه ديالها وتا يكون عندها مستقبل ديالها بحالها بحال بنيته الناس، بحال بنيتاتنا. الله يجازيكم بخير. الاجتماعيه ديالها هي كي دايره؟ حنا انا ملي تلاقيت امها قالت لنا بنتي عايشين في العروبيه وعندها شر، ما عرف عندهم قله. شحال بكم؟ 4 ولا 5؟ لا، شحال بكم ديال الدراري؟ 3 و2 بنات. قالت لي حنا ما عندناش الامكانيات باش نجيو حتى لفاس، ما عندناش الامكانيات. راه فقط جات هي نهار الانتخاب، هذوك اللي انتخبات عليه هو اللي عاونها ركبهم. جات لان كان اصلا ديك نهار الانتخابات جات، وجات هي مشات اختها تلاقاتها، وحنا تلاقيناها وعاوننا، درنا لها الدواء بهذاك الشيء اللي قدرنا الله. حنا ما نبغيش نقولوا هذاك الشيء اللي قدرنا الله، ولكن حنايا ما عندناش الامكانيات باش نديروا لها الزراعه القرنيه. حنا كل مواطن عنده روح المواطنه، روح الاسلام. لا درنا غير 100 درهم او 50 درهم هذه السيده غتبرا ورجع لها البصر ديالها. انا تنادي كل مواطن، كل مسلم يعتبرها بنته يعاونها لوجه الله. عشان نقدر نقول لك اخويا، والناس ما في حالتهمش، راه ما باش ترجع للعروبيه عاونوها الناس باش رجعت عاوتاني في الترونسبور. وراه جالسه عند شي ناس من عائلتها، من عائلتها، وما اللي جابتها دابا بنت عمها، وتلاقيناها وجبنا لها هنايا متنصوره في الزنقه، لان بغينا نخرج للباديه. ما عندناش الامكانيات باش ندخل، باش ماشي ما عندناش الامكانيات، يعني الظروف ما سمحتناش باش نخرج للبلديه، لان خاصها تجلس مسكينه. انا السبت مشي يديروا العدسه الثانيه، ونهار الثلاثاء يديروا العدسه الثالثه باش يتجمع لها داك الجرح. وقال لها الطبيب خاص هذيك خاص العين ديالك تقوى وتعالجي هنايا، من تقوى يعطيها
غيعطي ديك الساعات ورقه باش دير العمليه. يعني ملي خصك دير العمليه خصها تكون جامعه الفلوس ان شاء الله باذن الله الا بغى الله سبحانه وتعالى في هذه اليوم الجمعه يسخر ليها والناس يعاونوها دير العمليه في الرباط ولا في كازا. هذا الشيء اللي كاين اسيدي والله يجزيكم بالخير. هوية بريس.